وبنبتدي اولى فقراتنا يوم الخميس 13 اكتوبر 2011 بالصحافه مع استاذه امينه خيري الصحفيه بجريده الحياه اللندنيه. صباح الخير يا امينه. صباح الخير، ازيك يا فادي؟ الحمد لله مكتئب شويه بس يلا كلنا. يعني اللي بيحصل دلوقتي في البلد بقينا مش فاهمين حاجه، ودايما بيتقال في ايادي خبيثه وبيتقال في حاجات ومحدش بيقول لنا طب مين عمل ايه، هو مين ايه ازاي، يعني دايما ايه حاسين ان احنا تايهين في الرجلين مش عارفين هو ايه اللي هي بيحصل. اسوأ ما في المرحله عدم الفهم، دايما اما يبقى تكتر علامات الاستفهام بيبقى فيه دايما حاله من عدم الفهم، وعدم الفهم بيولد الشعور بان في مكيده او دسيسه او مؤامره، وبالتالي يعني اخر حاجه مطلوبه يمكن دلوقتي. المؤتمر بتاع المجلس العسكري الناس خرجت منه بان هي علامة حاسه ان هي ما فهمتش قوي، يعني هو بالزبط. طب هو ايه يعني عايزين يعلنوا حاجات ومش عايزين يعلنوها، طب ما تفهم يعني لا، هي في بعض الكلوز كده، بعض المفاتيح اللي ممكن ناخدها نفهم منها اشياء اخرى، يمكن لما نيجي نستعرض الاخبار الخاصه بالمؤتمر. الاخبار الاهرام الصفحه الاولى، اياد خبيثه حاولت توريط المسيحيين في احداث ماسبيرو. المصري اليوم الصفحه الاولى منشط يقول المجلس العسكري قال ان دهس المتظاهرين لم يكن ممنهجا وطرف ثالث اطلق النار وساب الكوت مفتوح. الشروق الصفحه الاولى، الببلاوي اعتذرت عن احداث ماسبيرو نيابه عن الحكومه. ومن نفس الصفحه الاولى، دار الافتاء لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع بناء الكنائس. والاهرام الصفحه الاولى، اسرائيل تعتذر رسميا لمصر عن قتل الجنود في سيناء. والمصري اليوم الصفحه الاولى، خبر مرتبط طبعا، مصر تسلمت شاليط عبر منفذ رفح والصفقه تتضمن نقل مكتب حماس من دمشق الى القاهره، صفقه الالف اسير. صحيح. والمصر 1027 اسير. المصري اليوم برضو الصفحه الاولى، القاهره تبادل الجاسوس ايلان ب 81 مصريا في السجون الاسرائيليه. ومن نفس الصفحه برضو، اليوم الاول للترشيح والفلول يتصدرون. واخر خبر من الاخبار الصفحه العشرة، غدا اول انتخابات للصحفيين بعد ثوره يناير. اخبار كالعاده يعني ايامنا بتبقى ساخنه. اخبار كثيره. ناخدهم بقى يمكن اهمهم اللي حصل امبارح في المؤتمر الصحفي وصفقه الأسرة. طبعا. خلينا ناخدهم بالترتيب. اياد خبيثه حاولت توريط المسيحيين في احداث ماسبيرو من الاهرام الصفحه الاولى. طبعا هم اول خبرين خاص بالاحداث ماسبيرو الداميه. المؤتمر الصحفي زي ما انت قلت بالظبط امبارح اللي عقده المجلس العسكري، الحقيقه كان في ناس كتير عندها امل كبير ان تطلع الامور اوضح شويه، بس هو للاسف يعني انا هقول لك عن انطباع الشخصي، لو ان انا كنت واخده عهد على نفسي ان يعني ده مش وقت انطباعات، وكان نفسي ان مفيش حد يتكلم عما حدث الا لو في معلومه حقيقيه، لأن كتر الانطباعات والآراء بتولد إشاعات، وكتر الإشاعات بيولد فتنة أكتر من الشعور العام الموجود. هو في سؤال عند الناس كلها، هو في حد ممكن يعرف يسرق مدرعة؟ لا، هو ممكن حد يعني يقفز في ظل الأحداث اللي كانت موجودة، منطقيا ممكن حد يقفز في داخل، لا هي مش مدرعة، الكلام كان على يعني إحدى سيارات النقل الكبيرة اللي تابعها، ويمكن كلنا شفنا الشريط اللي بعد كده اتحول لكليب عملته قناة الحرة اللي هي بيمولها الكونجرس الأمريكي. قصدي أقول إن هي مش قناة لا هي حكومية ولا هي خاصة. أنا بتكلم على الشوط الشهير اللي ذاع امبارح في المؤتمر الصحفي، اللي هو فيه المدرعة خبطت عربيتين جيب وراح. لا، هي دي مش مدرعة، هي دي عربية سيارة نقل تابعة قوات مسلحة. المدرعة الثانية اللي كانت بتحاول تعدي الرصيف واللي دهست عدد من اللي كانوا موجودين قدام مبنى ماسبيرو، لكن عشان كده أنا بقول لك الشريط اللي ذاعته قناة الحرة بعدها، وجابت المذيع اللي كان موجود على الهواء وقت دخول العساكر جنود القوات المسلحة إلى الاستوديو كان على الهواء، وهو نفسه المذيع بعد كده، يعني أدعو كل الناس هم يفتحوا اليوتيوب يشوفوا هذا الشريط، وده مش لا هو رأي ولا هو موقف ولا حاجة. طبعا اللي يشوف ده هيشوف إن هذه السيارة النقل التابعة للقوات المسلحة فعلا أخذت في طريقها عربيتين جيب تابعين للقوات المسلحة، بالإضافة لأتوبيس كبير تابع للقوات المسلحة. مين اللي كان جوه؟ حسب ما قيل امبارح في المؤتمر الصحفي، كان شخص يرتدي ملابس مدنية. بغض النظر عن الآراء، بغض النظر الخبر الثاني من مصر اليوم الصفحة الأولى بيقول إن من كلام المجلس العسكري تصريحاته امبارح إن دهس المتظاهرين لم يكن ممنهجا وطرف ثالث أطلق النار، وحتى جابوا على عواميد النور أماكن الطلقات وقالوا إن صحيح. الطلقات جاية من ناحية كوبري 6 أكتوبر. وفي ناس شافت، بيقولوا في ناس شافت الناس بتضرب من على العمارات. يعني هو بصرف النظر ليه دايما في طرف ثالث مجهول، يعني هو مش معروف، ويمكن في قناة فضائية امبارح
قيل انه الداخليه والمخابرات قالت انه في سياسيين سابقين و صحيح سابق هم ضالعين في بص يا فادي، هو في كذا مشكله. احنا جرى العرف في مصر من قبل قيام الثوره ان احنا دايما بتحصل مشكله، خصوصا فيما يختص بالملف المسيحي، عشان نبقى صراحه، فيما يختص بهذا الملف دايما بتحصل فيه مشكله، والمشكله تشتعل، وبعدين بعد كده بننهي المشكله عن طريق يا اما جلسه وديه، يا اما نوع من انواع الاتفاق الضمني، ان احنا طب نهدي الموقف وبعدين ايه نبقى نشوف ان شاء الله وكده. فدايما تسويف مثل هذه المشاكل وتتسم بحساسيه دينيه بيعمقها اكتر. واحنا طبعا دلوقتي اليومين دول احنا بنحصد حصاد مش بس التخبط الشديد والضبابيه المفرطه اللي احنا عايشين فيها من بعد الثوره، من كلمه وجهه نظر سياسيه بحته، ولكن احنا بنحصد عقود طويلة مضت على فكرة، مش 30 سنة، من قبل 30 سنة كمان. لا احنا ممكن نقول هنا انه دي موقعة الجمل 2، موقعة الجمل 2. لا احنا ما نعرفش هي الموقعة دي ايه بالظبط، انا عشان كده كان نفسي ان احنا بدل ما نقول ده كان فيه فضائية امبارح واحنا مش عارفة ايه، وما نعتمد على الفيسبوك وتويتر. تويتر اصله كمان في مشكلة ان انت بيتم شحنك نفسيا وعصبيا دون ان تدري وانت بتتابعه. يعني مثلا يوم احمد الشحات سبايدر مان المصري، الناس كلها كان عندها احساس ان احمد الشحات ده هو بطل مصر المقبل، اتضح فيما بعد ان هو ليس بطل مصر المقبل ولا حاجه، بل بالعكس ان هو تم القاء القبض عليه وهو بيتسلق هرم خفر عشان كان بيمر بازمه نفسيه. يعني في حاجات كتير الحقيقه ان احنا لازم نتريث فيها. عوده الى ما حدث امبارح، في حاله عدم ارتياح من ما خرج اليه المؤتمر الصحفي، رغم طبعا ان كان في استناد الى عدد من اللقطات، لكن بس اعتقد كمان اللقطات دي مش كفايه. اعتقد انه كاميرات المراقبه في مبنى الاذاعه والتلفزيون ممكن ترصد حاجات كتير، خصوصا انه قطاع الاخبار كان بينقل على الهواء بصرف النظر بقى عن اداء والحاجات اللي لكن يعني انا هقول لك على حاجه، علشان بس احنا زي ما بقول لك انا كان نفسي ان احنا ما نعودش نقول اراء وكده، ولكن برضو للاسف الشديد ان لجان تقصي الحقائق في الاحداث الماضيه اطفيح على وغيرها من المشاكل اللي تم حلها، يعني يؤسفني اقول بطريقه يعني بدائيه ساذجه جدا، ان انا ابعت عدد من الرموز الدينيه حتى يا ريتهم يعني ينتموا لمؤسسه رسميه يحلوا المشكله. انا اعتقد ده نوع من التخبط الشديد. عالجناها بنفس نظرية نظام مبارك المسكنات، طب ما نحل المشكلة من جذورها. طيب خلينا ننتقل للخبر بعد كده، ويمكن ده مرتبط برضو بكلامنا كله، انه من ردود افعال الحكومة المستشار البيبلاوي قال اعتذرت عن احداث ماسبير ونيابة عن الحكومة. هل ده دي كارثة في حد ذاتها؟ لا هي مش حاجات بقى كافي، انا يعني ببص لابعد من ده، انا شايف ان ده كارثة في حد ذاتها، ان انت هتبقى عارف ان جوه الحكومة القائمة حاليا، واللي كتير جدا من الناس حتى الناس اللي ما بتفهمش السياسة بتطالب ب ان هذه الحكومه نقول لها شكرا، واحنا فاهمين ان انت ما قدرتيش ان انت تعملي المطلوب منك ولو حتى نص المطلوب منك، وتتنحى جانبا ويتم اختيار شخص مش شرط يكون قادم من، يعني الدكتور عصام شرف مع كل الاحترام ليه تم اختياره من قلب ميدان التحرير وكلنا كنا متوسمين في خير، ولكن الاختيار من القلب الثوري مش شرط ان هو يكون ده الاختيار الصحيح. دكتور يحيى الجمل مع ان برضو كان في علامات يعني برضو تعجب كتيرة او استفهام كتيرة قدام اداؤه السياسي اثناء وجوده في مجلس الوزراء، ولكن هو انا اعتقد قال حاجة مهمة جدا، ان الحكومة الحالية غير مسياسة، هي غير سياسية، هي ناس محترمين او نسبة كبيرة منهم ناس جيدين جدا ويمكن خبراء يعني اكاديميين مثلا في تخصصاتهم، ولكنهم ليسوا سياسيين. اللي حصل امبارح ان دكتور بيبلاوي واللي مكتوب النهارده كله واللي قاله دكتور بيبلاوي امبارح ده يعكس ماساه حقيقيه، ان في داخل الحكومه اللي موجوده حاليا في حاله تخبط شديد. دكتور بيبلاوي واضح ان هو غير راضي عن اداء الحكومه، طبعا من ضمن الحاجات اللي هو ابدى عدم رضان، هو كان يود ان يحصل نوع من انواع الاعتذار الرسمي من الحكومه على احداث ماسبيرو، ولكن لم يحدث، وهو حسب كلامه ان هو قالته كانت نوع من أنواع الرمز يعني للدلالة على الاعتذار. طبعا عدم ترك دكتور بيبلاوي منصبه في هذا الوقت أنا شايف أنه هو مهم برضه، بس ده كمسكن، لأن احنا لسه واخدين منحة مليار دولار، 500 مليون من قطر، 500 مليون من السعودية، احنا في حاجة مسة إلى المال للأسف الشديد، لازم نقول كده. فكرة وصول المنح من الخارج ده بتبقى متصلة اتصال وثيق بالمسؤول اللي موجود حاليا، لكن هي المشكلة الحقيقة مش في وزير المالية أو في وزير البيئة أو في وزير الصناعة، هي المشكلة في التركيبة كلها الخاصة بالحكومة الحالية وقدرة الدكتور عصام شرف أو عدم قدرته بالأحرى على قيادة الوطن، يعني ولو حتى إلى فترة الانتخابات. النهاردة الدكتور معتز بلال عبد الفتاح الحين هو الاقتراح أنا شايفه وجيه جدا، أن تستمر حكومة عصام شرف، دكتور عصام شرف لحين انتهاء الانتخابات وتستقيل بعدها،
انا شايف ان ده حل وسطي، وان كنت انا مش بحب الحلول الوسطيه، ولكن احنا في مأزق حقيقي هذه الايام. طيب اقول ايه، احنا مش يعني مش عارفين نطلع من مش عارفين نطلع من اللي في دايره مفرغه. برضو من الشروق الصفحة الأولى، دار الإفتاء صرحت بأنه لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع بناء الكنائس، وأعتقد أنت مش جديد. لا، هي المهم في الخبر ده الحقيقة أنه هو مش جديد. هو ده سر أهميته، لأن أنا استغربت جدا، وبعدين رجعت بصري بسرعة كده، بصيت على التاريخ، قلت يمكن إحنا مثلا في سنة 2 هجرية أو 3 هجرية، وحتى في هذا الوقت ما كانش في داعي مثل هذا التصريح، لأن ما حصلش في عز وأزهى عصور الدولة الإسلامية أنه تم حرق دور عبادة. يعني انا اعتقد، هفترض ان كان في حسن نيه شديد في اصدار مثل هذه الفتوى، وما اعتقدش ان احنا محتاجين في لفتوى نقول ان من حق المسيحي ان هو يصلي في كنيسه. ارجع تاني واقول فكره المسكنات اللي هي احنا بنتبعها بقالنا سنين طويله، حتى الواحد لما بياخد اسبرين لفتره طويله معدته بتوجعه وبيحصل له مشاكل كبيره يعني. ففكره المسكنات الطويله دي الحقيقه انهكتنا كمسلمين وكمسيحيين في وطن واحد. عايزين حلول جزرية. بس برضو يؤسفني اقول ان فكره ان احنا نبتدي نطرح النهارده قانون دور العباده الموحد، مش هو ده فقط الحل، قد يكون خطوه ناحيه الحل، ولكن علشان ما نقفلش الدنيا. الانفلات الامني يعني، الانفلات الامني احنا بنتكلم عن الانفلات الامني متهيألي من يوم طبعا اثناء الثوره مش مقياس، ولكن بنتكلم عن الانفلات الامني بقى لنا اكتر من 7 شهور. الاستطلاع الراي الاخير اللي عمله مركز الاهرام للدراسات بيقول ان 40% من المصريين الهم الاول ليهم هو الانفلات الامني. 40% يعني تقريبا نص المصريين، فاكيد احنا مش بنحلم ومش بنتخيل. فين الشرطه يعني حقيقي؟ فين الشرطه؟ فين الشرطه فيزيكلي يعني؟ هم فين يعني؟ قبل يعني توفر الامن ليس هناك شيء. بالظبط. وبعدين انا طبعا فاهمه تمام في انكسار وفي انهزام وفي، ولكن كان في مبادرات لتشجيع الشرطه على النزول. ولكن هو الشرطه بره في كل حته في الدنيا بيعملوا ايه؟ ما نشوف هم بيعملوا ايه ونعمل. لا هو مش الشرطه يعني، بس هي في كل حته بيبقى فيها يعني مثلا يعني ليه عايزين نخترع العجله دايما؟ لا ما هي الفكره برضو ان احنا مش حكايه عايزين نخترع العجله، احنا مش عارفين نبتدي منين بالظبط. يعني على سبيل المثال مثلا ناس من سكوتلاند يارد، نجيب ناس اللي هو يعني مش محتاجين ناس من سكوتلاند يارد. ما هو مفهوم، انت لو فتحت كتاب الف ب الاولى ابتدائي هتعرف ان الشرطه مهمتها 1 2 3. انا عايز اقول لك على حاجه، معلش يعني مش شرط وجود الشرطه في الشارع ان هو هيحقق الامن فعليا. النهارده كلنا عارفين هم بيتعرضوا للكثير من اللي يمكن من قبل البعض للمضايقات، نوع من انواع الاخذ بالطار، ولكن وجوده في الشارع في حد ذاته بيدي نوع من انواع الطمانينه للناس. يعني ايه الفكره؟ ايه المشكله؟ لو في مشكله يطلع السيد اللواء وزير الداخليه منصور العيسوي يصرحنا ان في مشكله. لو هو مش قادر يعني نشكره ويتنحى جانبا ونجيب حد قادر. كان في مبادرات كثيره جدا، خريجي كليات الحقوق، احنا كان زماننا خرجنا 3-4 دفعات من خريجي الحقوق اللي هم قادرين ان هم يمكن هيبقى في عقليه جديده ان هم ينزلوا بيها، لمجرد حتى ان لجان الحمايه الشعبيه اعتقد بتبقى قادره انها تطمن الناس. ولو ان انا برضو ضد لجان الحمايه الشعبيه لانها تتقلب ميليشيات بعد كده مع كم السلاح اللي موجود في شوارع مصر دلوقتي.